السلاف شعوب تسكن بين جبال الأورال والبحر الإدرياتي في أوروبا الشرقية والوسطى، وتتكلم بلغات تنتمي إلى فصيلة اللغات الهندو-أوروبية. وتنقسم هذه الشعوب إلى ثلاثة أقسام. هي السلاف الغربيون، يشملون البولنديين والتشيكيين والسلوفاكيين وعناصر أخرى صغيرة شرقي ألمانيا. السلاف الشرقيون هم الروس الكبار والأوكرانيون والروس البيض. السلاف الجنوبيون يضمون الصربيين والكرواتيين والسلوفينيين والمقدونيين والبلغاريين. وينقسم السلاف إلى طائفتين رئيسيتين. الأولى ترتبط بالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، والأخرى ترتبط بكنيسة الروم الكاثوليك. ويعتبر السلاف أكبر مجموعة عرقية في أوروبا، إذ كان يبلغ عددهم قبل زمن نحو 275 مليون نسمة.